بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في زمان أيها الإخوة والأخوات كثرت فيه القدوات والنماذج التي ملأنا بها الإعلام، واشتهرت من شرق الأرض إلى غربها، وصارت نماذج يدعى إلى الاحتذاء بها، وطفق كثير من شبابنا وأبنائنا يعظمون أمثال هؤلاء. ولا يخفاكم أن القدوة لها شأن عظيم في تربية النفس وتوجيهها وإصلاحها أو إفسادها، وحين تسقط القدوات التي يجب على الأمة أن تتبعها من المصلحين والأئمة والعلماء والقادة، فإن الناس تتخذ قدوات لا خلاق لهم ولا أخلاق ولا دين، فيضيع أكثر شباب هذه الأمة. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا أيها الإخوة سنبدأ بإذن الله تعالى دروس سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نتطرق فيها إلى حياته منذ ولادته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر حياته قبل بعثته، ثم بعد ذلك نفصل بتفصيل مناسب لواقعنا الذي نعيشه، فنأخذ من حياته صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا لنا في كل شيء، فإنه القدوة. والفوائد أيها الإخوة المترتبة على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة يسعى إليها كل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرجو اليوم الآخر. فأولا أن يتخذ منه قدوة له، فيربي أبناءه على ذلك، ويربي قبل ذلك نفسه، ويكون مع الناس ومع أقاربه ومع أعدائه ومع الصغير والكبير، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما له في هذا وقائدا. الثاني أن الله عز وجل قد أمرنا باتباعه، فنحن نسعى إلى ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يترتب عليه صلاح نفوسنا، وهذا الذي يرجوه المؤمن أن يلقى الله جل وعلا وهو حريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستطيعه ويعلمه. وكذلك أيها الإخوة، فإن معرفة الناس من أسباب حبنا لهم أو بغضنا لهم، فإنك كلما عرفت أحدا من الناس زاد حبك له إن كان من الصالحين، وعرفت قدره إن كان من المعرضين المفسدين. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث أيضا لما قال الرجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الإخوة والأخوات يجب أن نحرص وأن نتعلم وأن نتابع وأن نقرأ كيف كان صلوات الله وسلامه عليه في حياته، كيف عامل أصحابه، كيف عامل أعداءه، كيف صبر على الدعوة إلى الله، كيف كان يبلغ دين ربه، كيف كان لا يخشى في الله لومة لائم، وكيف كانت حياته ومماته لله سبحانه وتعالى، فصبر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله جل وعلا وقد بلغ الأمانة. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.